شارك غبطة البطريار بير باتيستا باتسابالا بصلاة غروب وقداس أقامته كلية تيرا سانتا ببيت لحم بمناسبة استضافتها لمجموعة من الشبيبات القادمات من فرنسا، والتي قدمت إلى المدينة للمشاركة بلقاءات روحية وصلوات إيمانية. المزيد في رسالة مندوبتنا في الأراضي المقدسة مارلين الحدوة. في جو مفعم بالإيمان استضافت كلية تيرا سانتا في بيت لحم جماعة تيزي القادمة من فرنسا برفقة مجموعات من الشبيبات في الأبرشيات المختلفة، حيث أقيمت صلاة بمشاركة غبطة البطريرك بير باتيستا باتسابالا ومطران الأرمن وبرفقة أباء ورهبات ومجموعة كبيرة من الشبيبة بأجواء روحانية موحدة. تضمن اللقاء تراتيل وتأملات وصلاة وقراءات وطلبات تحوي في طياتها رسالة سلام ومحبة، وعنوانها نسير معا نحو ينابيع الرجاء. نحن بهذا اللقاء استكمالا للأسبوع يلي بلشناه مع اللقاء المسكوني للكنائس المسيحية كافة، في عنا حوالي 300 شاب وصبية يلي أجوا من كل أوروبا ومن بعض الدول الموجودة في أمريكا الجنوبية وفي إفريقيا، أجوا على الأرض المقدسة، أجوا على فلسطين على موطن يسوع لحتى يعيشوا خبرة حياة تيزي، جماعة المسكونية تيزي في هذا المكان بالتحديد في الأرض يلي جسد فيها سيد المسيح، عاش ولد وانصلب ومات وقام من بين الأموات. شبيبة فلسطين استقبلت وحضرت لأشهر كثيرة هذا اللقاء، وكانت بيوتها مفتوحة وعائلاتها لتستقبل شبيبة أوروبا اللي جاي تصلي معنا، فإحنا سعيدين جدا بهاللقاء اللي هو محور الصلاة كلمة الله بالإنجيل، وأيضا التعمق بالقيم المسيحية اللي بتركز على الحب السلام طمأنينة العيش بالروح، وكمان لحتى نشوف فسيفساء الكنيسة، لأنه إحنا من كل الكنائس اللي موجودة بالعالم عم نصلي مع بعض، وهالبستان الزهر تبع الكنيسة بيعطي رائحة المسيح الطيبة اللي إحنا منحاول نشهد فيها بقلب العالم. كما وقدمت الصلاة من أجل روح الشهيدة الصحفية شيرين أبو عقلة، حيث قامت الشبيبة بوضع صورها في المكان تقديرا لروحها الطاهرة. ومن الجدير بالذكر أن جماعة تيزي في فرنسا تأسست عام 1940 من قبل الأخ روجيه، وهي جماعة مسكونية تضم أكثر من 100 أخ من الكنيسة الكاثوليكية ومن عدة كنائس ينتمون إلى 25 جنسية، حيث تذهب الشبيبة إليهم للمشاركة بلقاءات أسبوعية للصلاة، وذلك لاكتشاف كيفية عيشهم للإنجيل في حياتهم اليومية. أنا موجود بهذا التجمع الجميل لمجموعة تيزي المعروفة على مستوى دولي، وجوهر هذه اللقاءات هو أنه الناس اللي بتيجي تشارك بصلاة تيزي تتعود على الحياة الداخلية، على حياة الصلاة، وهذا اللي عم بيصير الليلة بتجمعهم في بيت لحم. كل ليلة في عندهم بنهاية اللقاء صلاة لمدة ساعة ونص تتكون من تراتيل وقراءات وأدعية، ومبسوطين اليوم نكون معهم في بيت لحم مدينة الميلاد. للنورسات مارلين الحدوة من ملعب كلية تيرا سانتا بيت لحم.